يوم جديد وفلوق جديد. الجزم هنا ظلم هنا ما اقدر ارجع فلوس. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته جميعا، شخباركم مسويين؟ ان شاء الله طيبين. بونس دياس جميعا، بونس دياس. معناته صباح الخير بالاسبانية. حاليا احنا في مكان غوص، راح نغوص يا جماعة، راح نحقق هذا الحلم من زمان. انا ودي اسوي هذا الشيء والحمد لله الحين جات الفرصة. طبعا ابراهيم وخالد ما قدروا يجون لان خالد يقول صحى من النوم رجلة عورة، ما ادري كان يحلم انه يلعب مباراة ولا شيء. ابراهيم ما ادري عنه كذا صحى من النوم قال خلاص ما ابغى اجي. هذا هم الشباب جالسين، وهذا البحر اللي راح نغوص فيه ان شاء الله. في البدايه قالوا لازم ندفع تاكس واللي هي الضرائب عشان ندخل البحر. للاسف هذا توقع شريناه على الفاضي. كل ما رحنا مكان قالوا ما تقدر تستخدمه، فلازم نستعمل هذا طبيعي. طيب جينا هنا قالوا حطوا الاشياء الغاليه اللي عندكم داخل هذا الكيس. في الراجعه حطينا في مشفى بيطونه هنا. لا ما سمعت ابدا. طيب في البدايه راح نجي هنا عشان ناخذ هذا الجاكيت. ثانك يو. والله من زمان حلمي البس زي كذا. يلا جا دورنا، يلا يلا تعال نحطه هنا فوق الطاوله هذه. تعال يلا جينا. طيب بسم الله الرحمن الرحيم راح نبدا. راح اخذ معي هذه الكاميرا، اتوقع انها ممنوع لكن راح اخذكم معي ان شاء الله كل مكان. الجو هادي، الاجواء جميله. بونس دياس مره غلط يا عيال. بسم الله الرحمن الرحيم بدينا على القائد هنا. Good morning guys please. كله بس هذا الشيء. Thank you. Segundo recife más largo del mundo, patrón. Y pues, la buena noticia que esto es más caliente. Tenemos un montón de cervezas esperando por usted y para los. The first man on board, the captain, Mr. Jack Sparrow, Cholo. Hey. The sailor, Mr. Jesus, you are safe. Jesus. Okay, I'm gonna be your leader today on the water. Okay, guys. Hey. البداية يقول يا عيال اتفل على النظارة هذه. تلبسها بعدين عشان تنظفها. الكل قاعد يتفل. غريب يا عزيز. شو ماسكارا كي لايك ذيس اند ذا ريست از جاست كفر وذ ليبس. ذا بريذنج از سلولي اند از ماتش اس يو كان اوت باك يو موف يور فوت اب اند داون انسايد ذا واتر اند جاست فلوت اوكي ذات از ذا ورك. طيب ان شاء الله الحين راح نبدا، راح نسكر من هذه الكاميرا وابدا من كاميرا جوبرو. خلصنا التجربة الأولى الحمد لله، كانت ممتازة، وحاليا بنروح مكان أعمق ونسبح هناك. كيف كانت؟ عالم ثاني. هذا الكابتن حقنا، صراحة يعطيه ألف عافية ما قصر. تجربة جميلة والله. هذا المكان الثاني، وإن شاء الله راح ننزل. هنا يقول في سلطعون. في سلطعون هنا. يقول في سمك قرش، لكن سمك قرش مسالم. حسن مسالم والله، ما في مسالم. اسمه قرش، ما اسمه عبد. راح ننزل هنا ان شاء الله. يلا 3 2 1 ان شاء الله. ربان ما ب الحمد لله يا رب. التجربة الثانية كانت ممتازة، لكن واجهت مشكلة بسيطة بس اننا ما فطرنا ولا كلنا شيء، على طول جينا نسبح. هذا خطأ، اي شخص راح يمارس هذا النشاط انصحك تفطر اول شيء، لازم تيجي وحدك. انا ما اكلت لانه كان نزلت.
Señor, lo que pueda agregar en su comentario es muy importante para nosotros. كده يكون انتهت رحلتنا. الحمد لله يا رب كانت رحلة ممتعة واستمتعنا والله. تجربة جديدة لنا يعني. والله كسرنا الروتين يا صاحبي. جميل. Pictures in your room, okay? Thanks man. Thank you. مشيت. والله الأجواء. والله الأماكن الرايقة. شو اللي ساكنين هنا؟ عايشين مكان هادي ورايق. بعد ما خلصنا الحمد لله هي راح ياخذون شاور ويبدلون والحمد لله انا خلصت وانتظرهم يجون راح نتغدى بعد رحله الغطس حاليا بنرجع الفندق والله زحمه الباص يا جماعه وين نجلس هلو تقريبا ياخذ الباص نص ساعه ايش نسوي في النص ساعه هذه نام يذيب الحمد لله يا رب وصلنا الفندق والله شمس يا جماعه يعني تطلع من المسبح الا انت خلاص كله محروق يلا 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 وصلنا الغرفه وتعبانين يا جماعه ايش بنسوي الحين نبدل ونتغدى بعدين ننزل تحت يلا يلا ابراهيم نزلنا بعد ما خلصنا يا جماعه حاليا نزلين تحت ابراهيم فاتك اليوم والله ابراهيم مره ثانيه والله النوم يا اخي كيف البحر ما شفت جميل لسه والله جميل ما شفت راح نشوف لقطات اليوم ان شاء الله طيب عيال تبون تلعبون هذيك اللعبه اللي هناك لا بحر اوه بيسوون كبسه هنا شوف الزيت اللي حطه والله كثير هذا الطباخ يقول حاليا راح يطبخ رز هنا كبسه واتس يور نيم كارلوس بين الدجاج والاغراض الله على المكبوس الدياي وما يحتاج نقول باقي سلطه الافوكادو هنا افوكادو عندهم في كل مكان طيب العيال راح يتكون هنا لما تخلص هذيك الكبسه وهنا خوينا باقي يطبخ الكبسه هذا خفايف ثنيان فرع المكسيك فلسف عليه اقول له شيء حط لو سمحت البصل قطع صغار طيب لكنك كثر دجاج ونرجع عند العيال طيب راح ننقنق هنا لما تخلص هذيك الطبخه شوف عندهم هنا شوف هنا طماطم الاغريق الله الله الحركات والتشيكن وينز وهذا الغداء بسم الله وهناك اشوف الجميع قام يشارك بالطبخ كل واحد قام يحط شيء في القدر الكبسه خلصت ابراهيم كبسه جاهزه الله 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 على الحركات الله على الكبسه هونا انا ابراهيم ليه هونا ابراهيم بوركن تشيكن طلع خنزير يا جماعه طلع كبسه خنزير شكرا لكم والله انا متحمس ولا اكلت كثير هنا ولا شيء اخذنا حلا بدل الكبسه اللي ازعجنا فيها اثنين ايام شكرا يا عزيز ما تبغى كبسه كذا الحمد لله يكون خلصنا غدا يا اتس رايت اتس بورك وي دونت ايت بورك طيب يا جماعه قبل شوي كلمنا شركه فلاين لان احنا احتجزنا عن طريقهم وقلنا لهم نبغى غرفه تطلع على البحر صحيح ما قلنا اليوم لكن قلنا نبغى غرفه يعني على البحر عشان نستانس فيها قالوا من عيوننا الحمد لله يا رب نقلونا الى غرفه جديده هذه الغرفه بسم الله الرحمن الرحيم ما شاء الله تبارك الله فيها سريرين ومطلع على البحر صراحه غرفه بطله كيف ابراهيم أجواء جميلة. غرفتنا كانت هناك تطلع على الأطفال. الحين هذه الغرفة تطلع البحر. ما شاء الله تبارك الله. خلاص راجعين بعد كم يوم. نزل تحت المسبح إيش رأيك؟ والله نسبح. يلا أنا إبراهيم الحين إن شاء الله راح ننزل المسبح. هذه كانت غرفة العيال وهذه غرفتنا. بعود بننزل المسبح أنا وإبراهيم تخاوي. يلا شويتين ننزل. يلا بطقطق بلاي ستيشن. يلا. باخذ أغراض أنا الحين. تعال إبراهيم ليه ما ننط من هنا أحسن أسرع. يلا. شو؟ يا ولد ايه ده بعدين شاطئ فاضي يا اخي غريبه شمس تدري كم درجه حراره كم 30 اوف اوف والله حر انا ابغى اسمر والله يلا نزلنا نسمر هنا عيال نازلين نزلنا من الدرج احسن ودونا دور اعلى قول بسم الله 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 الحركات استغفر الله اي والله صادق ابراهيم شوف الصوره هنا حقتهم هنا جلساتهم على طول كذا على البحر نقول بسم الله الرحمن الرحيم الله 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 في طايره يعني يسوي لك مساج وبعد البحر على طول يا حليله شوف البنت تصير هذه نايمه رغم ان ازعاج موسيقى زي كذا الا انها نايمه طيب يا جماعه في البدايه راح ناخذ هذه البطاقات طيب نعطيهم يعطونا مناشف هلا ثانك يو بعدين لما نسمح ونخلص والنشف نعطيهم مناشف يعطونا هذه البطاقه عشان الشخص يعني احتياط ما يسرق منشف ولا شيء شوف يا جماعه لكل مشكله حل عشان هنا في هواء قوي ويطير مناشف راح احط النظارات الشمسيه على زوايا عشان تمسك المنشفه جود ايديا طيب يا جماعه جينا هنا واخذنا عصير بجوز الهند صراحه شيء بطل جدا ممتاز ومفيد نروح البحر يلا الله ابراهيم الله الحركات كيف الاجواء هنا
طبعا ابراهيم جمع صدف. كيف حصاد اليوم؟ شوف جميل. روح تبيعهم بعدين. عيب عليك. جاهز ابراهيم؟ جاهز. طيب يا جماعه حاليا بتحدى انا ابراهيم مين يطول تحت الماء اكثر. واحد اثنين ثلاثة. الحمد لله يا رب. بعد ما خلصنا سباحه حاليا بنرجع المنشفه عشان يرجعوا لك البطاقه. هلا ثانك يو. انتظر الشباب يبدون يخلصون بعدين نروح هناك ان شاء الله. يا ابراهيم جمعت اصداف اليوم؟ هذه هوايتك؟ ما شاء الله تجميع الاصداف. رجع مناشفه عشان يعطونك بطاقات. ابراهيم جاي هنا يبغى يشتري اغراض. هذا من عادات وتقاليد هنود الحمر. عرفته؟ اي والله. كل شيء هنود الحمر. برتقال. سعرة $40 $150 تقريبا. كالعادة جينا للبوفيه. كم رقم الغرفة الجديدة حد يذكرها يا؟ فلافل؟ يسمونها فلافل؟ فلافل احنا طعمية احنا في الشرقية نسميها فلافل. طيب شوف ايش عندهم اليوم؟ تاكس وحركات وبرجر. كلكم برجر عيال؟ والله مرة طعم. يلا وبسم الله الرحمن الرحيم كذا يكون عشانه. بالعافية عيال. الحمد لله يا رب خلصنا عشاء. لكن قبل ما نرجع الغرفة ناخذ ايس كريم. يا الله يا اثنين. يا جماعة اليوم معلمكم كيف تاخذون ايس كريم. بديت اخذ هذه الكاسة اللون ازرق. حط عليه شوية شوكلت. بالعافية عليك. هاي. يا مرحبا. الكل يسلم هنا. وفي كندا؟ لا تصور لا تصور. الله فرق والله خلق. جاينا الغرفة. بسم الله الرحمن الرحيم. تعال تعال نروح الغرفة الثانية بعدين نرجع. تعال. بنشوف الغرفة الثانية. كل العيال هناك. بسم الله. والله العيال نايمين. خلاص ثانك يو. خلص النوم بيخلص الليلة. ثانك يو. فاتتكم الدنيا والله. الله الله على الاجواء. الله على الاجواء الجميلة ما شاء الله تبارك الله. طيب يا جماعة بكذا يكون وصلنا لنهاية الفلوق. يعطيكم الف عافية على التفاعل. صراحة اشكركم من قلب. الفلوقات اللي قبل وصلت من ضمن الاكثر مشاهدة في السعودية. شكرا على اللايكات، شكرا على الكومنتات، شكرا على تسوون شير، شكرا على تفاعلكم. والله يا جماعة ما قصرتوا. حاليا راح ننهي الفلوق هنا. طيب يا جماعة بكذا يكون وصلنا لنهاية الفلوق. يعطيكم الف عافية على المشاهدة. سؤال اليوم يقول اكتبوا تحت في الكومنتات. كما كنت اثنين خالد من المكسيك. خليكم دائما متفائلين وايجابيين. ونلقى بكرة ان شاء الله. تصبحون على خير يا جماعة. لو سمحت البصل قطع صغار. طيب لكنك كثرت دجاج.